مثال، انا عندي 500 مستشفى، دايما اقول الرقم ده ولا اكتر، دلوقتي بيقول لي 700. ال 700 مستشفى دول يساوي نص المطلوب، صح كده؟ نص المطلوب. لو انت بتتكلم في 105 مواطن مصري عايز لهم ضعف المستشفيات ديت، وبالتالي ضعف كمان الأطقم الطبية اللي شغالة. يبقى أنت بتتكلم الأول في تكلفة إنشاء، ثم بتتكلم في تكلفة تشغيل. عبد المنعم يقول لي الدكاترة والأطقم الطبية بتاعتك في المستشفيات بتاعتك مش كويسة. هو أنت بتقول لي بتاعتك ليه؟ بتقول بتاعتنا. ما تقول إيه؟ طبعا بتاعتنا. أنت بتكلمني أنا ليه؟ هو اللي شغال في المستشفى ده مش أخويا وأخوك. هو اللي شغال في المدرسة ده مش أخويا وأخوك. بتكلمني على ان انا المسؤول عنه بس، لا احنا المسؤولين عنه كلنا. لكن ارجع تاني، طب الرقم المطلوب مش موجود، وعلى الاقل هياخد فتره عقبال ما ربنا سبحانه وتعالى بجهدنا كلنا بشغلنا كلنا بصبرنا كلنا ما تتوفر الاموال المطلوبه. ليه؟ ان انا انفذ لك الاستحقاق. انتوا مش بتقولوا في اطباء مشيت من مصر؟ مشيت ليه؟ ده حوار على الهوا ساعة المستشار. مشيت لأن أنا ما بدلوش كويس، أنا ما بدلوش إيه، فهو راح يدور على فرصة تانية. ولما جيت دكتور خالد قلت له هنزود عدد الخريجين بتوع كلية الطب، لأن إحنا مش هنقدر نقول للناس إيه، ما تسافروش، ما أقدرش، دي حريات. صح. واحد يقول لي طب ما أنت اللي علمته صرف عليه، صحيح، بس بقدرش احبسه، احبسه جوه البلد يعني، اقول له لا ما تطلعش. فانتوا النهارده بنتكلم على ايه؟ ان القضيه اللي بيني وبينكم في الحوار، والقضيه اللي بيني وبينكم في اي تحدي او اي موضوع بنطرحه، انت بتطالبني بالحد الاقصى او بالنموذج المثالي، وده مش ممكن اقدر اعمله، ومحدش قدر يعمله. حتى انت في حراك مستمر، الدوله في حياتها والشعوب في حياتها في حراك مستمر من أجل الأفضل. تحقق خطوة ثم خطوة ثم خطوة ثم خطوة، وبعدين بالمناسبة والخطوات لا تنتهي، والخطوات لا تنتهي. إذا أنت سؤالك ليه لما بتقول لي إيه أنت يعني تتوقع إيه، أنا قلت من ناحيتي كل اللي هتقوله عليه هعمله. طب عايز مني إيه تاني؟ كل اللي هتقوله عليه هعمله، طب هعمل إيه تاني؟ يعني اللي هيقولوا اللي هتقولوا عليه مين انتم؟ يعني مش الدكتور علي الدين ماسك اللجنه بتاعه الحوار السياسي، والدكتور احمد جلال ماسك الاقتصادي، والدكتور والمهندس خالد عبد العزيز ماسك المجتمعي، مش كده؟ اللي هتطرحوه احنا بننظر ليه بكل تقدير واحترام لجهد متواصل ونقاش متواصل بغض النظر عن اختلاف وجهات النظر، انما النهايه بيجمعنا حاجه واحده، مصلحه. صحيح. وطن. صحيح. مصلحه ايه؟ وطن. ارجع بقى تاني، اذا انا ما اقدرش يا عبد المنعم ان انا اقول للدكتور خالد مش هقدر ادبر لك الرقم المطلوب لعلاج 105 مليون انسان طبقا للمعايير الطبيه الحقيقيه. ده ممكن تقارنه ازاي؟ هديك مثال واضح. في أمريكا التأمين الصحي أو التكلفة الطبية 3 تريليون دولار، كده كم؟ تريليون. 3 تريليون دولار، وهم تقريبا 375 قول 400 مليون. إذن كل 100 مليون ياخدوا إيه؟ 75، مش كده؟ 75 مليار دولار، اضربهم في 30، 750 يا رئيس. لا. لا لا اقصد كل 100 مليون ياخدوا 750 مليار. 750 مليار دولار اضربهم في 30، انت بتتكلم في تريليونات مش موجوده. اذا انا ما عنديش غير الفكره يا عبد المنعم، اقول له ايه؟ اقول له بقول لك ايه، اعمل لي مبادره للفيروس سي. طب بقول لك ايه، احنا في نقاش مستمر، طب ما تعملوا مبادره للكشف على الامراض الساريه، واحنا بنعمل دي نعمل دي معاها. طب بقول لك ايه، طب ما تعملوا لنا مبادره اخرى للكشف عن اورام السرطان، طب ما نعمل مبادره للضعف السمع،
وناخد الولاد وهم حديث الولادة، لأن ده أمر اكتشافه مبكر بيبقى بيحل مسألة، صح كده؟ بالمناسبة الاستهداف ده اقتصادي. طب ليه؟ لأن أنا مثلا في أمراض زي أمراض السرطان للسيدات وتحديدا الصدر، يعني الكشف المبكر يخليك ما تخشش في مراحل لا معاناة للمريض ولا تكلفة للعلاج. صحيح. صح كده؟ فأنت إذن في الدولة اللي زي ظروفها زي مصر ما عندكش غير الأفكار اللي تواجه بيها نقص قدراتك، يبقى الدكتور ولا أي حد وإحنا بيتكلم معانا بيقول لي الموضوع الفلاني، قول لي فكرة عملها. المهندس بقى بيقول لي إحنا ممكن قوي في ابدأ نقدر نحل المسألة وكده. الكلام اللي انت قلته ده انا قايله للدكتور مصطفى مدبولي وقلت له احنا مستعدين لو انت تقول لي ان احنا نزود الحوافز لخمسين ستين مليار يا دكتور معيد، ويكون ده عوايده، مش كده؟ اتفقنا على ده.